شلونك ويا هاي الحرارة؟ حرارة والله متعودين على الجو احنا، هسه زين وصلت ال 50 كانت سنة من السنين. صحيح كل زين هاي. مكيف وضعك انت هلالة يعني مظلات وهاي الامور؟ مكيفين امورنا احنا، رزقنا هاي احنا من التسعين هنا، من التسعين هنا وما عندنا بعد لا عندنا رزق ولا هاي لا تعيين ولا شغل. شوفنا هذول الشباب بعينهم، صور الشباب كلهم خريجين باعي من نادار مدارس، وين يروحون؟ البلد انترس مصريين، هاي واحد عماله مصريين كلهم صغار، انترس بنجلاديش، انترس باكستانيين، وين تروح؟ ما عندنا غير بس الشنابر. تردين عدنا تردين عوجه، ما عندنا، متجاوزين؟ نعم متجاوزين. فوق القانون؟ لا احنا جو القانون مو فوق القانون، بس متجاوزين الدوله ورب العالمين رحمته. اذا بالقانون لا احنا متجاوزين يشيلوننا. فهم مشكورين للمسؤولين، بس الله الله بينا. الله بالله خلي يسدون شويه مال هاي العماله الاجنبيه والعربيه. ترى ولده داحه والله وكيك محمد كفيش كلها بالنارجيلات وبالهاي نارجيله. من ارامن؟ يا يشتغل هسه هذا بقد وهذا بقد صغير يا يشتغل. يجي تعبان مرتاح، مو كلها خريجين هي. ولدنا الثلاث ارباع خريجين متوسطه وابتدائيه واعداديه. زين؟ الخريجين ما متعينين، وين يروحون ذولا؟ انت جايب لمصريين كلهم 15 سنه و13 سنه وجايب لباكستانيين يجدون ذولا معوقين كلها راسين السوق يجدون. زين السوريين مو كلهم على راسي، السوريين على راسي. زين ذاك يوم طلعت عصابهم مال الباكستانيين، يدري بها وزير الداخليه؟ يدري بها وما يدري بها؟ ها؟ طيب. كلهم شباب، وين يروحون شبابنا؟ طيب. احنا بس هاي شويه تجاوز خلي يغضون النظر علينا. طيب. زين واحنا عايشين الحمد لله والشكر. متجاوز؟ متجاوز مظلات لو شنو؟ متجاوز على الرصيف؟ لا احنا كجاوز على الرصيف. انت على الرصيف؟ متجاوز على الرصيف. طيب. على الشارع؟ ما متجاوزين على الشارع العام، هذا الشارع العام بغداد جيده. طيب. ما متجاوزين عليه. طيب. اما كان سنين على التجاوز؟ لا تجاوزنا احنا من 90.